عبان محلل الأول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذا خلال تعاملات الأسبوع الماضي لاحظنا حالة من التذبذبات لأسعار الدولار ومؤشر الدولار تحديدا مع التراجعات التي حصلت مع نهاية التعاملات لعوائد الخزانة تحديدا يعني لأجال 10 سنوات، ما هي التوقعات لتعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا تذبذب في أداء الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وتحديدا خلال تداولات الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة. فمن ناحية استطاع اليورو الارتفاع أمام الدولار بينما انخفض الجنيه الاسترليني، وشهدنا أيضا إقبال على الين الياباني ليرتفع الين وينخفض الدولار أمام الين الياباني، وشهدنا أيضا ارتفاع في الفرنك السويسري لينخفض الدولار أمام الفرنك، وكان ذلك بفعل توجه المتداولين نحو الملاذات الآمنة، والذي كما تفضلت ظهر على شكل انخفاض في عوائد السندات. فانخفاض عوائد السندات يعني بأن هنالك تدفقات للسيولة إلى السندات الأمريكية، ورافق ذلك أيضا انخفاض في أسواق الأسهم الأمريكية. كل ذلك ما حصل الأسبوع الماضي أعتبره على أنه تحضير لاستقبال هذا الأسبوع الذي فيه العديد من البيانات الاقتصادية المهمة وكذلك قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فالدولار الأمريكي حاليا يحضر لقرار الاحتياطي الفيدرالي، ورغم أن التوقعات تشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيثبت هذه المرة أسعار الفائدة، لكن سيتابع المراقبون للأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي والفيدرالي أيضا أي تغير في لهجة الفيدرالي الأمريكي بعدما ارتفع التضخم إلى 7% في الولايات المتحدة وهو الأعلى منذ أكثر من 40 عاما. وبالتالي هل سيقوم الفيدرالي بالضغط أكثر على برامج شراء الأصول وخفضها بشكل متسارع؟ هذا السؤال سيتم الإجابة عنه يوم الأربعاء المقبل، وبالتالي الأسواق المالية حاليا تراقب كيف سيتوجه الفيدرالي مع البيانات الاقتصادية وارتفاع التضخم. نعم أستاذ سركيس، تحديدا فيما يتعلق باجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل، الترجيحات تشير بأنه سيكون هناك تثبيت حاليا لأسعار الفائدة، لكن ألا يوجد هناك توقعات حول رفع أو قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بإجراءات سريعة برفع أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع تحديدا؟ بالفعل كما تفضلت أغلب التوقعات تشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيثبت الفائدة في اجتماع يوم الأربعاء المقبل. لا، هذا التثبيت بالفائدة لا يعني بأن الفيدرالي يقف مكتوف الأيدي، بل هو حاليا يقوم بتخفيض برامج شراء الأصول. تخفيض برامج شراء الأصول هو أحد الأدوات للحد من ارتفاع التضخم، وخفض برامج الأصول هي تحضير لرفع الفائدة ربما خلال الشهرين المقبلين. أعتقد أن رفع الفائدة سيكون في شهر 3 المقبل، حيث سيتم رفع الفائدة على الأرجح بمقدار 25 نقطة أساس. وحاليا الفيدرالي الأمريكي من المرجح هذا الشهر أن يثبت الفائدة لأنه في طريقه لخفض برامج شراء الأصول. نعم، لكن أستاذ سركيس تحديدا في الولايات المتحدة من الملفت بأن هنالك ارتفاع في أعداد الإصابات وأيضا أعداد الوفيات، يعني كيف سيتعامل الفيدرالي الأمريكي في ظل الإصابات في فيروس كورونا وأيضا التداعيات الاقتصادية لذلك، ارتفاع معدلات التضخم مقابل السياسة للتجديد النقدي؟ بالفعل هذه معضلة اقتصادية لم نعتد عليها. عندما يكون هنالك تهديدات على النمو الاقتصادي لكن في نفس الوقت ارتفاع التضخم، هذا الأسبوع أيضا نحن ننتظر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والتابعة للربع الرابع الماضي من عام 2021. تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي ربما يكون تسارع من 2.3% إلى 5.3%، وهذا يعني رغم أن هنالك بعض التباطؤ المتوقع بفعل انتشار متحور أوميكرون، لكن في نفس الوقت النمو الاقتصادي مستمر مما قد يمنح الفيدرالي القدرة على التحرك للحد من ارتفاعات التضخم الهائلة. نعم، ماذا عن منطقة اليورو؟ لاحظنا استفادة اليورو خلال تعاملات الجمعة من التراجعات الحاصلة وأيضا الانخفاض الحاصل في عوائد السندات الأمريكية، مما أثر على أداء اليورو، هل نتوقع الاستمرار في حالة من الارتفاع لليورو مقابل الدولار؟ بالنسبة لليورو استفاد من بعض التصريحات التي صدرت من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عندما أشارت إلى أن ارتفاع التضخم هو تابع لظروف غير الطلب الحقيقي أو ارتفاعات الطلب والأجور.
هذه الإشارة بحد ذاتها أعطت المتداولين في الأسواق المالية تلميح بأن البنك المركزي الأوروبي بدأ يهتم أكثر في معدلات التضخم التي وصلت إلى 5% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين. ارتفاع التضخم يعني بأن المركز الأوروبي قد يتوجه أسرع لتجديد السياسة النقدية، ومن هذا المنطلق استفاد اليورو وارتفع بالفعل مقابل الدولار. لكن هنالك ملاحظة بأن ارتفاعات اليورو أمام الدولار الأمريكي بقيت نوعا ما محدودة، خصوصا ونحن بانتظار قرار الفيدرالي الذي سيكون له على الأرجح الأهمية الأقصى بالنسبة للمتداولين بهذا الأسبوع. نعم أستاذ سركيس، نتحدث قليلا حول أداء الليرة التركية. لاحظنا يعني قرار المركزي التركي بتثبيت أو نوعا ما وأبقاه على تثبيت لأسعار الفائدة، وكان ذلك خلاف التوقعات بأن يستمر في سياسته في تخفيض أسعار الفائدة. كيف ترى أداء الليرة التركية بعد هذا الإجراء؟ بالفعل شهدت الليرة التركية استقرار نسبي قليل من الارتفاع بعدما أنهى البنك المركزي التركي سلسلة الخفض في معدلات الفائدة، حيث ثبت الفائدة عند 14% في قراره الأسبوع الماضي. هذا القرار بحد ذاته أعطى المتداولين قليلا من الراحة. لا أستطيع أن أقول بأن المتداولين والاقتصاديين المهتمين في الاقتصاد التركي الآن في راحة تامة، إذ أن معدلات التضخم مرتفعة جدا، البطالة أيضا مرتفعة جدا، لكن على الأقل قرار البنك المركزي التركي خفف من مخاوف أن يتوجه للمزيد من التخفيض بالفائدة، وبالتالي نوعا ما استقرت الليرة التركية عند مستويات 13.4 ليرة للدولار الأمريكي الواحد. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار.